السلام عليكم ورحمة الله تعالى ورحمة بركاته. مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم، أسعد الله مساءكم، كنتمنى كل شيء يكون بخير وعلى خير. أنتم على مباشر مباشرة من مدينة الزمور إقليم الجديدة. فأنتم على المباشر مباشرة، هذه أجواء المدينة من طبيعة الحال بعد إغلاق المحلات على الساعة 9 ليلا. كيف ما كتشوفوا أجواء المدينة، مدينة خاوية، ساروا في شوارع المدينة ونشوفوا الأجواء ديال مدينة الزمور في هذه اللحظات. كيف ما كتشوفوا انتم على المباشر بعد هذا القرار الجماعي من طبيعة الحال في إطار الاحتياطات وفي إطار الإجراءات اللي اتخذتها لجنة اليقظة، داكشي علاش، ومن طبيعة الحال هادشي كامل بسبب العدد ديال الاصابات، عدد الاصابات في ارتفاع بالاقليم، هادشي اللي خلى لجنه اليقظه وهادشي اللي خلى الناس المسؤولين انهم ياخذوا هاد الاجراءات، اغلاق المحلات على الساعه 9 ليلا، المحلات التجاريه، المقاهي، المحلبات، السناكات. وحنا دابا كنتساراو في شوارع المدينة. حنا الآن مشاهدة قناة شوف تي في كنتواجدو بشارع محمد، عفوا شارع المسيرة، وغادي نمشيو لشارع محمد الخامس. بطبيعة الحال حنايا غادي نمشيو لوسط المدينة ونشوف الأجواء بوسط المدينة من طبيعة الحال. ففي مدينة الزمورة ما كاينش حظر التجول ولا زعما ممنوع على الناس أنهم يخرجوا، يعني الناس كيتمشاو عادي يخرجوا بخير وعلى خير، فقط على المحلة التجارية أنها تسد على الساعة 9 ليلا، أما الناس يتمشاو عادي. عبد الكريم الزياد، تحياتي سي حمودة، تحية متبادلة أخي العزيز، بارك الله فيك. حنا الآن كنتواجدو بشارع المسيرة في طريقنا لشارع محمد الخامس. اذا مشاهدة قناة شوف تي في كنجد بكم الترحاب، مرحبا بكم والف مرحبا في هذا البث المباشر مباشرة من شوارع وأزقة المدينة، مدينة الزمور بعد إغلاق المحلات على الساعة 9 ليلا. هذه هي أجواء المدينة في هذه اللحظات كيف ما كتشوفوا.
حنا الان مشاهدي قناه شوف تي في خرجنا من شارع المسيره، حنا الان كنتواجدوا شارع محمد الخامس. شارع محمد الخامس اللي كنتواجدوا فيه الان وفي هاد اللحظات مشاهدي قناه شوف تي في. تحياتي لجميع المشاهدين، تحية لكم جميعا، وتحية للسي عبد الكريم الزيات، تحية لكل الناس المحمدية وجميع المدن المغربية المتواجدة معنا في هذا البث المباشر من طنجة للقويرة ومن القويرة لوجدة. كنتمنى كل شيء يكون بخير وعلى خير، كل شيء يكون مرتاح كيف ما كتشوفوا مشاهدي قناة شوف تي في. هذه الأجواء المدينة في هذا اللحظات وانتم على المباشر بعد إغلاق المحلات التجارية كيف ما كتشوفوا. كيف ما كتشوفوا مشاهدي قناه شوف تي في، سيدي سليمان الغرب كيسدو مع 8 ديال الليل كيف ما كنشوف التعاليق. يعني بطبيعه الحال كل مدينه والتوقيت ديالها، وكل مدينه والقرارات ديالها، وكل مدينه وعدد الاصابات المصابه بفيروس كورونا، يعني كل مدينه والاحتياطات ديالها من طبيعه الحال. فكيف ما كنشوفوا سيدي سليمان الغرب كيصدوا مع 8 ديال الليل، حنايا مع 9 ديال الليل. كاين بعض المدن اللي كيصدوا بكري، كاين بعض المدن اللي ما كيصدوش كاع بتاتا، على حسب الحاله الوبائيه بكل اقليم ولا بكل مدينه. فلازم علينا من هادشي كامل، لازم علينا اننا ناخذوا الحيطه والحذر، لازم علينا اننا نتعاملوا مع الامور بجديه، لازم علينا اننا ما نتهاونوش. والله يرفع عنا هذا الوباء اولا واخيرا، الله يرفع عنا هذا الوباء. مشاهده قناه شوف تي في، حنا ملكه، حنا كنتواجدوا في شوارع مدينه ازمور، حنا الان بشارع محمد الخامس، يعني طريق جديده اللي معروفه عند الساكنه ديال مدينه ازمور بطريق جديده، هو شارع سميتو شارع محمد الخامس. مشاهده قناه شوف تي في، انتم مازال معنا على المباشر من طبيعه الحال مباشره من شوارع المدينه بعد اغلاق المحلات على الساعه 9 ليلا كيف ما قلت.
هذه هي الأجواء في هذه اللحظات. ملاك كتقول لي السلام خويا تبارك الله عليك، الله يبارك فيك أختي العزيزة، بارك الله فيك، حفظك الله ورعاك، وتحية لجميع المشاهدين، تحية لجميع متتبعي هذا البث المباشر من طنجة القويرة ومن القويرة الجديدة، تحية للجالية المغربية المقيمة بالمهجر، كنتمنى كل شيء يكون بخير وعلى خير، كل شيء يكون مرتاح. مشرع بالقصيري كيقول لي مع السبعة ديال الليل، يعني شوف كاين السبعة كاين الثمانية، حنا عندنا هنا في إقليم الجديدة مع التسعود، يعني كل واحد والمنطقة وكل واحد والحالة الوبائية ديالو. عبد الكريم كيقول لي مع السبعة كنسدو. عزيز كيقول لي تحياتي خويا، تحية متبادلة أخي العزيز، تحياتي لك عزيز الدويري، بارك الله فيك اخي العزيز. اذا مشاهدي قناه شوف تيفي غادي نختموا هذا البث المباشر، نتلاقاو في بث مباشر واحد اخر، الى ذلك الحين كنقول لكم دمتم في رعايه الله والى اللقاء، السلام عليكم.